شطة فوق ولا بتكلم عن الساوند. طبعا زي ما قلنا في المرة اللي فاتت مفاجأة سريعة، الصوت ينشأ من اهتزاز الأجسام المخلصة لها. الصوت حركة موجية، طالما الصوت حركة موجية إذا له خواص الأمواج. خواص الموجات عامة الانعكاس، الانكسار، الحيود، التداخل، الانتشار في خطوط مستقيمة. فلما جينا اتكلمنا أول حاجة على انعكاس الإبا الصوت وماذا يعني كلمة انعكاس الصوت. سطح عاكس اتجاه انتشار الموجة زي ما قلنا بيمثلها بخط مستقيم. فده بيمثل اتجاه انتشار الموجة، فعشان كده ده بنسميه شعاع صوتي صوت. النقطة اللي هيقابل فيها هذا الشعاع السطح العاكس، النقطة دي اسمها نقطة ايه؟ السقوط. من عند هذه النقطة الشعاع بينعكس، فده اسمه شعاع صوتي منعكس. يبقى معنى كلمة انعكاس الصوت زي ما قلنا ارتداد الموجات الصوتية في نفس الوسط عندما تقابل هذه الموجات سطحا عكس. سطحا عكسا. من نقطة السقوط بنقم عمود على السطح العاكس. وزي ما قلت لك الحاجات دي مهمة جدا خصوصا في اللايت في الضوء، يعني أهميتها في الصوت مش هتبقى كبيرة زي الضوء. فأنت بتفهمها هنا عشان لما تيجي تاخد في الضوء وترسم بقى تتبع المسار في منشور وإلى آخره تبقى فاهم إزاي بيشتغل. هناك زاوية محصورة بين الشعاع الساقط والعمود. المهم نرجع تاني بقى لموضوعنا. لو حد خبط تاني بقى تعالى اقعد ادور على الباب، حد يدخل مفيش. فده اسمه زي ما قلنا شعاع صوت ساقط العمود. الزاويه المحصوره بين الشعاع الساقط والعمود ليها اسم مميز اسمها زاويه السقوط. الزاويه المحصوره بين الشعاع المنعكس والعمود بنسموها زاويه ايه بقى؟ الانعكاس. طبعا الشعاع الصوتي او الموجات الصوتيه لما تيجي تنعكس بتنعكس تبعا لقوانين يا ابني خاصه، قوانين محدده. كل حاجة ليها قوانين الخاصة بيها، اللي لو أنا ولا أنت ولا أي مخلوق يقدر يغير فيها. رحت أمريكا، رحت إنجلترا، رحت كوالالمبور، رحت السعودية، رحت الهند، الكلام ده ثابت. بتنعكس الموجات الصوتية بحيث إن زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس، والشعاع الصوت الساقط والمنعكس والعمود الثلاثة دول بيبقوا في مستوى واحد. المستوى بتاع التلاتة ماله على السطح زي ما قلنا في المرة الماضية وشرحنا بنوع من التفصيل. إذا سقط الشعاع عموديا على السطح العاكس يبقى الشعاع يصنع مع السطح العاكس زاوية كام؟ 90. لكن يصنع مع العمود زاوية كام؟ 0. يبقى اسمه شعاع ساقط عمودي على السطح العاكس. يبقى زاوية سقوط الشعاع بتساوي كام؟ 0. فإن الشعاع بيرتد على نفسه، بينعكس على نفسه بزاوية انعكاس أيضا تساوي كام يا ابني؟ تساوي صفر. دي كانت أول حاجة في الانعكاس. اتكلمنا بعد كده على انكسار الصوت. فلما جينا اتكلمنا أيضا على انكسار الصوت، قلنا إن عندي ده وسط أول وليكن مثلا هواء ساخن، وده وسط تاني وليكن وسط ده هواء بارد. هواء بارد. وسطين مختلفين في الكثافة، زي ما قلنا سرعة الصوت بتتناسب عكسيا مع الجذر التربيعي لكثافة الوسط. فقلنا طبعا ده جنرال، بس بيبقى فيه حاجة اسمها معامل الايه؟ معامل المرونة، اللي بيختلف على حسب الغاز أو الصلب أو الايه؟ أو السائل يعني، بس دي حاجة احنا جنرال عامة. يعني مش طرد في السائل وال نو هي في كل العلاقة دي ثابتة في كله، بس بيبقى تختلف على حسب حاجة اسمها قيمة معاملات اللي يا ابني؟ المرونة. فده وسط أول هواء ساخن، وسط تاني هواء بارد، وسطين مختلفين في
الكثافه يبقى سرعه الصوت في الوسطين واحده ولا تختلف؟ تختلف. سرعه الصوت في الوسط الاول بسميها في 1، في الوسط الثاني بسميها في 2. يبقى هنا في زي ما نسميه سطح يبقى فاصل بين الوسطين، اللي هو بيعتبر نهايه الوسط الاول وبدايه مين؟ الوسط الثاني. شعاع صوتي ساقط من الوسط الاول، النقطة اللي يقابل فيها الشعاع السطح الفاصل اسمها ايه؟ نقطة الصوت. من عندها بنعمل العمود، يبقى ده اسمه العمود المقام من نقطة السقوط على السطح الفاصل. هناك زاوية محصورة بين مين؟ الشعاع الساقط والعمود اسمها ايه؟ زاوية السقوط اللي احنا بنرى مزاوية رمز ايه؟ لا لا يا فايبر، لو انت متذكر كده ده زي سيدي مريض اليوم مش قادر يعني اسمها ايه؟ فاي. بس لازم تقول لك تنفخ بقاتك من هنا انسون. اول الشعاع ده ما يقابل السطح الفاصل قلنا الشعاع ده هيعمل ايه؟ لم ينفذ هذا الشعاع على استقامته؟ لا، لانه لو نفذ الشعاع ده على استقامته معناها ايه؟ ان دول وسط واحد معناها سرعة واحدة، ولكن هذا الشعاع هيغير من مساره زي ما قلت لك. فاكر العربية واتنقلت والكلام العك اللي احنا قعدنا نعكه المرة الماضية ده؟ يبقى الشعاع يغير من مساره، يغير من اتجاهه. تغيير مسار الموجات الصوتية عندما تنتقل بين وسطين مختلفين في الكثافة تبع لذلك سرعة الصوت في الوسطين بتختلف اسمها الانكسار، فده بنسموه شعاع منكسر. الزاوية المحصورة بين الشعاع المنكسر والعمود اسمها ايه؟ زاوية الانكسار، ويرمز لها بالرمز يا ابني ثيتا. بتنكسر الموجات الصوتية أيضا تبع لقوانين محددة، وده تتكلم عنها في اللايت في الضوء بنوع من التفصيل شوية. إن النسبة بين سرعة الصوت في الوسط الأول V1 إلى سرعته في الوسط الثاني V2 هتساوي كيف زاوية السقوط في الوسط الأول ساين فاي إلى جيب زاوية مين؟ الانكسار في الوسط الثاني ساين ثيتا. ومنها طبعا زي ما قلت لك دائما ماشي يا ابني قوانينك في علم الفيزيكس هي الاساس بتاعك. انا ما بعرفش زي ما انت تشوف كده طول ما انا ماشي قوانيني هي الاساس. ما بعرفش اشتغل من غير القانون، ما اعرفش اعدل من غير قانون، ما اعرفش ما معنى ان من غير قانون، ما اعرفش وحده قياس من غير قانون، ما اعرفش مساله من غير قانون، ما اعرفش اختيار من غير قانون، ما اعرفش اي حاجه الا بقوانيني، قوانيني هي الاساس بتاعي. فأنا دلوقتي قلت لك لو الشعاع الصوتي جاي من وسط مثلا هواء إلى وسط مثلا ثاني أكسيد الإيه؟ الكربون. الهواء وسط إيه يا ابني؟ أقل كثافة. ثاني أكسيد الكربون أكبر إيه؟ سرعة الصوت هنا V1 هنا مين؟ V2. شعاع ساقط من الهواء بزاوية سقوطهم فاي. لما يجي ينكسر هل ينكسر الشعاع ده مقتربا من العمود ام مبتعدا عن العمود؟ نشوف. ده الوسط الاقل كثافة. يبقى سرعة الصوت تبع لهذه العلاقة في الهواء اكبر منها في ثاني اكسيد الكربون. يبقى V1 في الهواء اكبر من ثاني اكسيد الكربون. يبقى فاي اكبر ولا سيتا تبعا لهذه العلاقه؟ يبقى في 1 اكبر من مين؟ يبقى فاي اكبر من سيتا. طب لما فاي اكبر من سيتا بشع ينكسر مقتربا من السطح من سوري العمود مبتعدا عن السطح مين يا ابني؟ الفاصل. طب لو جاي من وسط الهواء الى وسط الهيدروجين زي ما قلنا الهواء وسط اكبر ايه؟ والهيدروجين وسط ايه؟ اقل كثافه. سرعه الصوت هنا V1 هنا مين؟ V2. الهواء اكبر كثافه يبقى مين اكبر؟ V2 اكبر من V1. يبقى فاي اكبر ولا سيتا؟ سيتا. سيتا اكبر من فاي. لما سيتا اكبر من فاي يبقى الشعاع لما يجي ينكسر يبتعد عن مقتربا من السطح الايه؟ الفاصل اند سو اون. نفصل دي معنا. البالونه دي ميه بتاع دي نار والبالونه ما تتحرقش. بص يا ابني
فقلنا طبعا لو رجعنا تاني الى الذاكرة قلنا ده وسط وليكن المية. سرعة الضوء في الصوت سوري في المية 1800 تقريبا متر على الثانية. سرعة الصوت في المية 1800. وده الهواء سرعة الصوت فيه تقريبا 320 متر على الثانية. شخص بيجعر في الهواء. فإن شخص تحت الماء هل يستطيع سماعه بوضوح؟ لا لا. معظم الموجات الصوتية القليل يعاني من الانتصار لأن الفرق بين سرعتي الصوت الوسطي إيه؟ كبير. عشان كده قلنا مش مقتنع إن ده سطح فاصل. إن هو أغلبية الموجات الثانية النبي تفصل. فصلها بس والنبي. هي السرعة سرعة الصوت اللي أكبر من الهواء. السرعة في الصلب أكبر في السائل والسائل أكبر من الغازات. واحد. أكبر. لا إله إلا الله. عندي أشوى. دعنا الآن بعد ما شفنا الانكسار دخلنا ايضا الى مين؟ التداخل. التداخل. فقلنا التداخل هو عباره عن تراكب كم موجه؟ موجتين. موجتين. شرط ان يكون لهما نفس السعه ونفس وبينتشر في نفس الاتجاه. بيحدث تراكب بين الموجتين. قلت لك دي بقى حته مهمه جدا. اما ان في مواقع تقابل فيها مين؟ المصدر الاول مع التقابل. احنا قلنا موجات الصوت في الهواء موجات ايه؟ طوليه بتنتشر على ايد كرات من التقابلات التخلخل او يتقابل التخلخل الاول مع تخلخل الثاني. المواضع دي بيحدث عندها كوير الصوت كليرلي ساوند صوت واضح فدي بتسمى تداخل. وشرط ان يكون فرق المسار بين الموجتين يساوي الى ام في الامر. وشرحنا احنا الموضوع ده بالتفصيل المره الماضيه. واما يتقابل تضغط مع ايه؟ او العكس. هذه المواضع بيحدث عندها ضعف او انعدام للصوت وشرط ان يكون فرق المسار بين زائد نص في لندا. فاكرين بتاعنا قعدنا نعملها الورقه ده ايه كده وقعدنا نعق كده اهو ماشي. طبعا قلنا بقى الحيود ده حاجه سهله. دخلنا بقى على موضوع من الموضوعات الهامه وهو الامواج الموقوفه. زي ما قلت لك في المره الماضيه الموضوع ده مش هتعرف تحفظه. الموضوع ده بليز من الالف الى الياء يتفهم علشان تعرف تحل اختيارات، تعرف تحل مسائل، تعرف تحل علل، تعرف تحل ماذا يحدث، ايا كان السؤال اللي قدامك. الامواج الموقوفه نوعين. في حاجه اسمها امواج موقوفه طوليه كما في اهتزاز الاعمده الهوائيه. في نوعين من الاعمده الهوائيه، اعمده هوائيه مغلقه واعمده وهي يا ابني مفتوحه زي المزمار والناي الى اخره. دي حاجه احنا مش هندرسها. وفي حاجه اسمها امواج موقوفه مستعرضه ديت زي اهتزاز الاوتار. الوتر بقى بتاع عود بتاع جيتار بتاع بيانا ايا كان. فخدنا تجربه اسمها تجربه مين يا ابني؟ العالم ميل لبيان او توضيح الامواج الايه يا ابني؟ الموقوفه. يبقى هو لو قال لي اذكر استخدام تجربه ميل تستخدم لبيان او توضيح الامواج الايه؟ الموقوفه. هتعمل ايه يا عم ميل؟ قال انا هجيب وتر. الوتر ده اهو في احد طرفيه تثبت مصدر. اتفضل يا باشمهندس. دعوني الان نكمل حديثنا عن تجربة العالم ميل لبيان الأمواج الموقوفة. قلنا جاب وتر والتجربة دي أهميتها فهم وليس حفظ. يعني أنا مش هقعد أقول إيه أحفظها، لا أفهمها. الوتر ده في أحد طرفيه هنثبت مصدر اهتزاز. أي مصدر اهتزاز وليكن شكر المانع. الطرف الثاني للوتر بيمر على بقرة ودائما البقره دي بتبقى ملساء علشان ما يبقاش في معامل احتكاك. عشان الاحتكاك كانه بكام؟ من 6
الطرف الثاني للبكره بيبقى متعلق فيه خلصات شغل مناسب علشان نعلق فيه اثقال. الاثقال اللي انا بعلقها في الوتر دي علشان اغير من الشد في الوتر زي ما نقول لنا الكلام بعد قليل. عندما تهتز هذه الشوكه الرنانه فانها ترسل امواجا على شكل مستعرضه في الوتر. احنا طبعا عرفنا قبل كده موجه مستعرضه يعني قمم واقعه، فدي بنسموها موجه ساقطه. هذه الموجة بتنتشر في هذا الاتجاه. هذه الموجة الساقطة يا ابني ليها سرعة. هذه الموجة الساقطة لها سعة ايه؟ اللي هي اقصى مساحة لمساحات الوسط. من هنا لهنا او من هنا لهنا او من هنا لهنا. دي اسمها ايه؟ سعة اهتزاز الموجة الساقطة. يبقى هذه الموجة بتعمل عدد معين من الموجات في الثانية. هذا العدد من الموجات في الثانية ليه اسم، اسمه ايه؟ التردد. يبقى الموجة الساقطة ليها تردد، ليها سرعة، ليها يا ابني سعة اهتزاز. عندما تقابل هذه الموجة البكرة بيحدث لها ايه؟ يبقى لا منقطة دي اسمها يا ابني موجة منعكسة. هذه الموجة المنعكسة بتنتشر في الاتجاه اللي بقى المضاد. المسافة من هنا لهنا اسمها سعة اهتزازة الساقطة. المسافة دي اسمها سعة اهتزازة المنعكسة الموجتان. لهما نفس سعة يا ابني الاهتزازة. عدد موجات الساقطة في الثانية بتساوي عدد موجات المنعكسة في الثانية. فدي بنسميها التردد، يبقى الموجتان لهما نفس الايه؟ التردد. سرعة الموجة الساقطة بتساوي سرعة الموجة المنعكسة. بيحدث سوبر بوزيشن، تداخل بين الموجتان التي لهما نفس التردد والسعة والسرعة، ولكنهما ينتشران في اتجاهين ايه؟ متضادين، ويتكون مناطق انعدم عندها سعة الايه؟ الاهتزاز. هذه المواضع الذي انعدم عندها سعة الاهتزاز بنسميها عقدة اللي هي نود. وفي مواضع بلغ عندها سعة الاهتزاز ايه؟ نهاية عظمى. هذه المواضع زي ما قلنا بنسميها بطن اللي هي معناها انتي نود. موبينيت ده في الفون موبينيت سلام. ما علينا، دعونا الآن نرتحل إلى تعريف الموجة الموقوفة بقى. يبقى هذه الموجة الموقوفة لما أجي أعرفها أقول تنشأ من إيه؟ تردد. حركتين موجيتين شرط لهما نفس التردد والسعة والسرعة، ولكنهما ينتشران في اتجاهين متضادين وتتكون من ايه بقى؟ من عقد وبطون. ما هي العقدة؟ المواضع التي عندها سعة الاهتزاز. ما هي البطن؟ المواضع التي بلغ عندها سعة الاهتزاز نهاية عظمى. ده الكلام اللي احنا برضو قلناه في المرة الماضية. فأنا دلوقتي يا ابني لما أنا أقول لك دي كده كم موجة دول؟ موجة واحد موجة. يعني كم طول موجي؟ واحد طول موجي لمدة. المسافة من هنا لهنا نصف طول موجي. من هنا لهنا يبقى كام؟ ربع طول موجي. كده يبقى اسمها موجة ايه بقى؟ موقوفة. دي اسمها ايه؟ عقدة. ودي اسمها عقدة. المسافة بين عقدتين متتاليتين بنسميها كام طول موجي؟ نصف طول موجي. دي اسمها ايه؟ بطن. ودي المسافة برضو بين بطنين متتاليين قلنا كام طول موجي؟ برضو نصف طول موجي. دي اسمها عقدة. ودي اسمها المسافة بين عقدة وبطن متتاليين كام طول موجي بقى؟ ربع. ومنها لما اجي اعرف طول الموجة الموقوفة اقول ايه؟ ضعف المسافة بين عقدتين متتاليتين زي ما قلنا المرة الماضية. دي كام طول موجي كده؟
يبقى قدها مرتين كم تلموجي؟ واحد. دي كده كم تلموجي؟ نص. نص قدها مرتين واحد تلموجي. دي كم تلموجي؟ ربع. يبقى ده كم مرة واحد تلموجي؟ أربع مرات. عشان كده لما اجي احط تعريف طول الموجة الموقوفة اقول وضعف المسافة بين عملتين متتاليتين او ضعف المسافة بين رجلين متتاليتين او اربعة امثال المسافة بين عقدة وإبرة متتاليتين. يعني انا لو قلت لك ما معنى ان طول موجة موقوفة بتساوي مثلا 15 سنتي يبقى معناها ان ضعف المسافه بين ايه؟ عقدتين متتاليتين بتساوي 15 سنتي او ضعف المسافه بين بطنين متتاليتين بتساوي او اربع امثال المسافه بين عقده وبطن متتاليين بتساوي كام يا ابني؟ 15 سنتي. يبقى اذا ده كده اسمها ايه دي؟ عقدة. لا دي اسمها ايه؟ عقدة. ودي؟ عقدة. ودي؟ عقدة. ده كده بنسميه قطاع. يبقى القطاع الواحد كم طول موجي؟ نصف طول موجي. يعني اقدر اقول طول القطاع بيساوي لمضة على اتنين. صح؟ فيها مشكلة كده؟ لا. يبقى القطاعين كم طول موجي؟ طول موجي واحد. يبقى الموجة الموقوفة الواحدة كم قطاع؟ اثنين. يعني الرسم اللي قدام دي كم قطاع؟ كم قطاع؟ واحد خمسة اثنين ثلاثة أربعة خمسة. طب لما يبقى هنا الوتر المهتز انقسم إلى عدد من القطاعات بكم؟ إن بتساوي خمسة قطاع. يبقى في الحالة دي كم موجة موقوفة اتكونت عندي؟ اثنين ونص. لأن من هنا لهنا كام موجة؟ واحدة. ومن هنا لهنا كام؟ واحدة. ومن هنا لكام؟ نص. يبقى كلهم كام؟ اثنين ونص طول موجي. طب لو الوتر المهتز طوله يبقى ال دي معناها طول الوتر المهتز بتساوي مثلا 50 سنتي. يبقى القطاع الواحد عشرة. طوله كام؟ 10. يعني نصف الطول الموجي بكام؟ ب 10. يبقى طول الموجة كام؟ 20. يبقى جبت ازاي ان طول القطاع الواحد ب10؟ قسمت ال على ايه؟ على ان. يعني قلنا يبقى طول القطاع بيساوي ال على ايه؟ على ان. ومنها طول القطاع بيساوي لامدا على 2 وطول القطاع بيساوي ال على ان. اذا لامدا على 2 هتساوي ال على ان، صح؟ يبقى اللمدة هتساوي لوحدها ها؟ يبقى اللمدة هتساوي ايه؟ اتنين في ال على ان. عملنا حاجة يا ابني؟ لا. بما ان سرعة الموجة اللي احنا خدناها في شابتر 1 بتقول بقى سرعة الموجة لما انت تتحدثين في هذه المرحلة بتساوي حاصل ضرب التردد في الطول الموجي. يبقى في بتساوي نيو، اشيل مين؟ واحط مكانها مين؟ اتنين في ال على مين؟ على ان. سرعة الموجة المستعرضة في الوتر. قانون زي ما قلت لك ملوش استنتاج بالنسبة لك، لكن هو طبعا ليه استنتاج بس انت ما بتعرفش هو جه ازاي. السرعة الموجة المستعرضة بتساوي الجذر التربيعي اف تي على ان. الاف تي دي كلها على بعض اسمها قوة الشد في الوتر، والام الصمدود دي اسمها كتلة وحدة الأطوال، وهنكلم فيها الكلام بعد قليل. يبقى ادي المعادلة كام يا ابني؟ اثنين. ساوي المعادلتين، ما هو الفي بتساوي والفي بتساوي، يبقى نيو في مين؟ اثنين ال على ان الجذر التربيعي اف تي على ان. يبقى مقام والمقام ايه؟ بس ان على تو. يبقى ان على تو ال في الجذر التربيعي، وده بنسميه القانون العام لاهتزاز الامتار او تعيين تردد وتر مهتز. يبقى ممكن يقول لي اثبت القانون العام لاهتزاز الامتار او اثبت ان تردد الوتر المهتز بيعطى من العلاقه
نيو بتساوي ان على 2L في الجذر التربيعي F تي على M. مش عارف اقول له ايه؟ يا ربي هو طول طول الوقت يا رب طول القطعة إلا على على 2 F تي على يعني حرام عليك ماشي ما انت لو فاهم يعني ايه مرد عمل ايه؟ وفاهم يعني ايه قطاع؟ فاهم يعني ايه موجه موقوفه؟ فاهم يعني ايه موجه؟ وفاهم يعني ايه طول موجي؟ خلاص خلصت يبقى كل طول ايه؟ طول القطاع بيساوي ايه؟ طول القطاع اللهم صل على النبي طول القطاع بيساوي طول القطاع انا بس اقول انت مش تقول فاهم؟ انا بس اقول انت ده حريه على الاخر يعني يبقى طول القطاع بيساوي يعني عشر للناس لمز على 2 بيساوي ايه يا معهد صحافة اللي على ان يبقى لمز على 2 بيساوي ايه على ان يبقى لمز بتساوي 2 على ايه على ان في بتساوي نيو في لمز يبقى في بتساوي نيو في 2 ايه على ان سرعة موجة مستعرضة في جذر اف تي على ام يبقى نيو بتساوي ان 2 ال على ان بجذر اف تي على ام يبقى بتساوي ان على 2 بجذر اف تي على ام. اسال على رسول الله. اللهم صل على السلام. معانا في الله يا رسول الله لا يا رسول الله ما احب منك ماشي معانا اللي بان واللي ما بانش انت برضه صحافة؟ شكلي الصحافة دي كده معهد نايس العفو على ده اسمها شكرا انا مش عارف اسم العربي لما نشرح بالفرنساوي قولي ميرسي لما نشرح بالانجليزي قولي ايه؟ ثانكس ثانكس لما نشرح بقى بالصعيدي قولي مشكلة يا بوي مش ايه ده يعني منور يا حبيبي منورك يا دعونا الان شفنا القانون العام اهتزاز مين يا عم محمود؟ الاوتار الاوتار الاهتزاز المستعرض للايه يا ابني؟ للاوتار. دعني اقول لك الان ونرجو بقى ان احنا نفهم الكلام ده بليز. انا هجيب وتر. الوتر ده يا ابني هثبته من طرفين واشد الوتر ده من منتصفه. يعني انا هجيب ايه يا ابني؟ وتر اسكت. خد بالك من ده ايه؟ ده بتاع سنة ايه؟ بتاع سنة قفش يا حبيبي. انا هجيب عندي وتر هثبت الوتر ده من منتصفه مستوري من طرفينه وراح شده من النص بص كده اهو فاهتز الوتر على هيئه كام قطاع قدامك؟ قطاع واحد بص كده بس خفيف بص عقده ايه؟ اهو بص يا بنت اهو بص اهو دي اسمها ايه؟ عقد ودي عقد ودي كرش اهو كرش اهو يبقى اذا انا دلوقتي يا ابني جبت عندي وتر ثبت الوتر من طرفين وشديت الوتر ده من منتصفه فاهتز الوتر كله على هيئه قطاع واحد يبقى عدد القطاعات بتساوي كام؟ واحد. طب حد يقدر يقول لي طول الوتر المهتز كام طول موجي؟ نص طول موجي. نص طول موجي لان القطاع واحد ما خلاص بقى احنا اتفقنا وحياة ربنا يا ما تدبسينا في ركن بعيد الهادي هل انت معنا الان؟ طيب يبقى طول الوتر بيساوي نصف طول موجي يعني طول الموجي كم من طول الوتر؟ ضعف طول الوتر 2 ال في هذه الحالة يا ابني بيقال أن الوتر بيصدر النغمة الأساسية أو ما نسميها النغمة التوافقية الأولى يبقى النغمة الأساسية أو النغمة التوافقية الأولى يصدرها الوتر المهتز عندما يهتز كله عليه كم قطاع؟ قطاع واحد بس. تردد الوتر مش احنا قلنا نيو بتساوي ايه؟ قانون هوم ان على كام؟ على 2 ال في جذر اف تي على ايه؟ ال ان بكام هنا؟ واحد. يبقى تردد النغمة الأساسية تعطى من العلاقة واحد على 2 ال
انكسر التربيعي اف دي على ام. طب اذا اهتز الوتر كله على هيئه ايه يا ابني بقى؟ قطع عين. يبقى ان بتساوي كام؟ اتنين. طول الوتر المهتز الى كام طول موجي؟ واحد طول موجي صح؟ يبقى دي الاولانيه كانت كام موجه موقوفه دي؟ نص موجه موقوفه. اما دي كام؟ موجه موقوفه كامله. يبقى طول الوتر المهتز بطول موجي. انت عاوز تعرف من القانون برضه، واحد يقول لي طب انا عايز اعرفها من القانون، وماله يا حماده؟ مش لامدا على اتنين ال على ان؟ الان الى بكام؟ اتنين مع؟ يبقى الان بتساوي لامدا. لامدا على اتنين ال على ايه؟ ان. الان هنا بكام؟ بواحد. الان هنا بواحد، يبقى الان بلامدا على اتنين، صح يا ابني؟ يبقى في الحاله دي يا ابني يقال ان الوتر بيصدر النغمة الطوافقية الثانية، أو ما نسميها النغمة الفوقية يا ابني الأولى. يبقى النغمة الطوافقية الثانية أو ما نسميها النغمة الفوقية الأولى بيصدرها الوتر عندما يهتز كله على كم قطاع بقى؟ قطاعين. يبقى تردد هذه النغمة هيساوي اتنين على اتنين ال. واحد من اتنين مع اتنين، سيبها انا عايزها. في الجذر التربيعي اف تي على ام، اذا اهتز الوتر كله على هيئه كم قطاع يا ابني؟ تلات قطاعات. يبقى ان بتساوي كام؟ يبقى طول الوتر المهتز كم طول موجه؟ واحد ونص. يعني الوتر انقسم الى تلات قطاعات. يبقى الوتر اهتز على هيئه موجه موقوفه كامله ونص، يبقى طول الوتر كام؟ 3 لمدة على 2. ما 3 على 2 واحد ونص، او تجيبها من القانون لمدة على 2 بتساوي ال على الان بكام هنا؟ يبقى ال 3 لمدة على كام يا ابني؟ على 2. في هذه الحاله يقال أن الوتر بيصدر النغمة الطوافقية الثالثة، أو ما نسميها النغمة الفوقية. مين يا ابني؟ الثانية. يبقى يصدرها الوتر عندما يهتز كله عليه كم قطاع؟ ثلاث قطاعات. يبقى تردد النغمة التوافقية الثالثة، أو ما نسميها النغمة الفوقية الثانية، هتساوي ايه بقى؟ 3 على 2 ال في الجذر التربيعي اف تي على ام اند سو اون. طب اذا اهتز الوتر على هيئه 4 قطاعات، خد بالك معايا بقى كده وانتبه، على هيئه كام قطاع؟ 4 قطاعات. يبقى ان بتساوي كام؟ 4. يبقى طول الوتر المهتز كم موجه؟ 2 موجه، لان كل قطاعين بكام؟ 1 لمده. يبقى ال بتساوي، ممكن اجيبها من القانون، دي اسمها ايه يا ابني بقى؟ النغمه الطوافقيه الرابعه، او ما نسميها النغمه مين؟ الفوقيه الثالثه. يبقى في الحالة دي تردد النغمة التوافقية الرابعة، أو ما نسميها الفوقية الثالثة، هتساوي 4 على كام؟ في جذر اف تي على، نقف هنا لحظة. اهتز الوتر على أي قطاع واحد اسمها نغمة إيه؟ أساسية أو توافقية أولى. اهتز على أي قطاعين اسمها نغمة توافقية ثانية. فوقية أولى. ثلاث قطاعات اسمها نغمة توافقية ثالثة أو فوقية ثانية. يبقى رقم النغمة التوافقية هيزيد عن الفوقية بكام؟ واحد. أو الفوقية تقل عن التوافقية بكام يا ابني؟ واحد. دي حاجة. قطاع واحد اسمها نغمة إيه؟ أساسية. توافقية أولى أو أساسية. قطاعين توافقية ثانية. ثلاث قطاعات توافقية ثالثة. يعني رقم النغمة التوافقية هو عدد القطاعات، أو عدد القطاعات.
قطاعات ورقم النغمة مين؟ يقل عنها الفوقية بكام؟ بواحد. طب لما اهتز الوتر على هيئة قطاع واحد كان كم عقدة؟ عقدتين. وكم بط؟ واحدة. اتنين قطاع. ثلاثة. كم بط؟ ثلاثة. اتنين بط كم عقدة؟ ثلاثة. ثلاث قطاعات كم بط؟ ثلاثة. كم عقدة؟ يبقى عدد البطون هو عدد القطاعات. عدد العقد يزداد عن البطون بكام؟ بواحد. ومنها بقى من أي حاجة أجيب كل حاجة. الواد يقول لي يعني إيه من أي حاجة أجيب كل حاجة؟ العملية أبسط مما تتخيل أيها الفتى. أنا بقول لك إيه؟ وتر مهتز مكونا تسع عقد. عارف كلمة تسع عقد دي تجيب منها اللي أنت عايزه. إزاي؟ بص تسع عقد يبقى 8 بطن. تسع قطع. 8 بطن يعني 8 قطاع. صح ولا لا؟ يعني 8 قطاع يبقى نغمة إيه؟ توافقية سامة. مش سمنة يعني سمنة هنسيحوها مش مقبولة، سمنة يعني 8 يعني. ماشي يا حودة؟ طب نغمة توافقية سامنة يبقى فوقية كام؟ سبعة. طب يبقى طول الوتر كام طول موجي؟ 8 4. لأن بص واد يقول لي أنا يا عم مش عايز أجازف، أقول له مالك ليه ما تجازفش؟ قوانينك واشتغل، مفهوم ولا لأ؟ لامدا على كام؟ بتساوي ال على كام؟ على ال. ال بكام؟ 8. 8 على الاثنين كام؟ 1. على الاثنين 4. يبقى ال ال بتساوي كام؟ 4. 4 لامدا. حتى لو انت رسمتها بص قطاع 2 3 4 5 6 7 8 ارسم تاني؟ لا. كم عقدة؟ عد كده بعينك المجردة المعمصة. يبقى هنا الوتر انقسم إلى كم قطاع؟ 8. 8 قطاعات. كم عقدة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. كم بط؟ 8. 8 بطون. دول كده كم ويفا؟ 1. لمضة. ودول كم ويفا يعيش للناس؟ 1. كمان لمضة. ودول كم ويفا؟ ودول كم ويفا؟ يبقى ادي الوتر كله طوله ال. اهتز الوتر كله على هيئه 8 قطاعات بكام طول موجي؟ 4. خلاص؟ يبقى هنا تردد النغمه الاساسيه او النغمه التوافقيه الاولى مي 1 بتساوي 1 على 2 ال سكوير روت اف تي على ام. نغمه توافقيه ثانيه نيو 2 بتساوي ايه؟ ان على 2 ال. الله. يبقى تردد النغمه التوافقيه الثانيه قد النغمه الاساسيه كم مره بقى؟ مرتين. ما تشوف دي 1 على 2 ال، دي كام؟ 2 على 2 ال. يعني لو دي ترددها مثلا 10 هرتز مثلا يعني ايوه دي ترددها كام؟ 20 هرتز. صح؟ يعني تردد دي قد دي كم مره؟ مرتين. النغمه التوافقيه الثالثه ترددها قد الاساسيه كم مره؟ لا ثلاث مرات. يبقى لو دي ترددها كام؟ يبقى دي ترددها كام؟ 30 هرتز. دي بقى اللي بعديها ترددها قد الاساسيه كام؟ 4. يعني لو دي 10 يبقى دي كام؟ اقسم على 10 فيها؟ 1. على 10 فيها؟ 2. على 10 فيها؟ 3. على 10 فيها؟ 4. يبقى النسبة بين تردد النغمة الأساسية 5. إلى ترددات النغمات التالية كنسبة كام؟ 1 إلى 2 إلى 3 إلى 4 إلى 5 إلى أن يشاء الله رب العالمين. صعب الكلام ده يا حبيبي. دعوني الآن نرى ومن اول هنا بقى يا ابني دي نقطه تحول بالنسبه لك في عالم الفيزياء. يعني ايه نقطه تحول بالنسبه لك في عالم الفيزياء؟ الكلام اللي انا هقوله ده بيزك اساس ماشي يا ابني، في الضوء في الكهربيه في كلام ثوابت او كلام اساس بالنسبه لك، سواء دخلت جامعه بتحضر ماجستير بتحضر دكتوراه، الكلام ده بليز يفهم و
ولا يحفظ. يا ملك نميل في المرحلة ولا محمود ولا الآن نرتحل زي ما قلت لك. الكلام اللي أنا أقوله ده بيزك أساس، يعني بعد كده وانت ماشي بقى تقول اه تلاقي نفسك انت لوحدك بتعمل الجرافات، وانت لوحدك بتطلع الفاكتورز، وانت لوحدك بتعمل كل حاجه. تردد الوتر الممتاز ان على 2L الجذر التربيعي اف تي على ام، ده القانون الذي يعطى به تردد الوتر الممتاز. اذا اهتز الوتر على اي قطاع واحد فقط فانه يصدر نغمة أساسية أو نغمة توافقية أولى. تردد النغمة الأساسية 1/2L في الجذر التربيعي F T على M يبقى ومنها ما هي العوامل التي يتوقف عليها تردد النغمة الأساسية لوتر ممتاز؟ دايما يا ابني معظم الأحوال بنجيب العوامل التي يتوقف عليها كمية فيزيائية من القانون. دايما بتبقى منين؟ من القانون. تردد النغمة الأساسية 1/2L الجذر التربيعي اف تي على ام. يبقى العوامل التي يتوقف عليها تردد النغمة الأساسية طول الوتر المهتز. قوة الشد وكتلة وحدة الأدوار. إذا العوامل التي يتوقف عليها تردد النغمة الابني الأساسية، أول حاجة عندي نمرة 1 طول الوتر المهتز ال. بص يا اسمع لعلك تتعظ، اسمع اسمع. أنا أجيب وتر اثبته من ايه؟ طرفين. ليه شد معين، ليه سكنس معين، ليه سمك معين. اسمع كده تردد النغمة، اسمع. هأثر طول الوتر مع نفس الشد ونفس السمك، اسمع. هأثر طول الوتر هأثر طول الوتر يبقى كل ما بأثر طول الوتر كل ما البلدي كده الصوت بايه؟ بيسرسع، يعني بيبقى صوت اسمه صوت ايه؟ حاد. كل ما الطول بيزيد تبص كده الصوت اجش بيبقى صح ولا لا؟ يبقى كل ما الطول ما هيقل التردد يزيد ولا يقل؟ بيزيد. الطول زاد التردد ايه؟ يبقى العلاقه بين العلاقه ايه؟ عكسيه. عشان كده سيادتك مثلا لو بتتكلم في التليفون واحد اتصل بيك تعرف راجل ولا ست ولا ما بتعرفش؟ ليه؟ تردد. لان الراجل يبقى الاحبال الصوتيه بتاعته طويله تردده يبقى ايه؟ قليل. لكن الست احبالها الصوتيه ايه؟ قصيره. عشان كده تردد صوت المراه ايه؟ اعلى. عشان كده سيادتك مثلا لو بتعاكس واحده وعمال تعاكس فيها بعد كده بصيت عاوز يقول لك يا ابو اخويا سميع. صح يا ابو اخويا سميع يا ابو اخويا ماشي صح ولا لا؟ يبقى التردد مع الطول علاقه عكسيه ولا طرديه؟ عكسيه. يبقى التردد يتناسب عكسي مع الطول. بص يا ابني اياك تقول زي محمود مال عكسي مع 1/L، لا تنطق تتناسب عكسيا مع الطول. تكتب 1/L ولا تنطق 1/L؟ يبقى التردد يتناسب مع الطول علاقه ايه؟ عكسيه. يبقى بس شرط ات كونستانت، يعني عند ثبوت مين؟ قوة الشد وكتلة وحدة الأطوال. يبقى التردد بيساوي تشيل علامة مين؟ علامة مين؟ وتحط ايه؟ بحط يا ابني هنا كونستانت مقدار ثابت في 1/ايه؟ على ال. يبقى نيو في ال هتساوي كونستانت مقدار ثابت. قاعدة عامة يا ابني، حاصل ضرب متغيرين بتساوي مقدار ثابت، العلاقه بينهم علاقه ايه؟ عكسيه. وانت مغمض عينك على طول.
يبقى ده معناه ان نيو 1 في ان 1 هتساوي مين؟ نيو 2 في مين يا ابني؟ يعني معناها ايه؟ افرض مثلا انت عندك وتر ماشي؟ الوتر ده طوله ان 1 2 متر، انا بخالف ارقام. بيهتز الوتر ده بتردد مثلا 50 هرتز، 50 ايه؟ هرتز. يبقى اذا ال1 في نيو 1 بتساوي كام؟ بتساوي 2 في 50 هتساوي 100، صح ولا لا؟ غير طول الوتر، هخلي طول الوتر ال2 4 متر. ايه اللي يحصل للتردد؟ هيقل لان الطول هنا ايه؟ زاد، فالتردد هي ايه؟ بحيث ان لازم حاصل ضرب الطول في التردد يديك نفس الرقم اللي هو كام يا ابني؟ اللي هو بيمثل عندك الكونستانت المقدار الايه؟ طب الطول بقى كام؟ 45. يبقى التردد يبقى كام يا ابني؟ 25 هرتز. بحيث يبقى 4 في 25 برضه بكام يا ابني؟ ب 100. يعني نيو 1 في ال 1 تساوي مين؟ نيو 2 في ال 2. يبقى اقدر اقول بقى نيو 1 على نيو 2 هتساوي بقى ال 2 على ال 1، او نيو 1 في ال 1 بتساوي نيو 2 في مين؟ في ال 2. طالما العلاقه بينهم يا ابني بين متغيرين علاقه عكسيه، لما اجي ارسم المنحنى البياني بين التردد ممثلا على المحور الراسي والطول ممثلا على المحور الافقي، طالما العلاقه بتاعتك علاقه ايه؟ عكسية. يبقى الرسم البياني ليهم منحنى تقترب من المحاور الراسيه. تعمل سوري دي ايه يا ابني؟ دي ايه؟ ال في النيو انا لو كنت عيل من الشارع قلت له ايه يا حبيبي يقول لي ايه؟ قل يا عمو يا عمو يا عمو صح؟ طب دل عليا ولا ايه؟ قل لي ماشي؟ يبقى اذا لما اجي ارسم العلاقه البيانيه بين نيو وال تبقى ايه؟ منحنى. طب لو انا خدت مقلوب احداهما نيو واحد على ال تبقى ايه؟ علاقه طرديه خط مستقيم. عارفين الحاجات دي ولا لا؟ عارفينها يا ما انت نسينا في ركن البيت. انت معانا بجد؟ انت معانا في المرحله دي؟ اصل ابتدائي بوتو ليفت يعني. وحضرتك عامل كاتب ولا ده اللي احنا معانا خلاص هسمع يعني. انتوا لو حسكوا حلو في حاجتين بنت البنات بنات ونصور مين؟ ماشي ممكن بنات تمشيهم الفيديو نفسك ما هو ده الاحتمال اللي هو يحصل بعد كده عشان لما ربنا يسهل كده بس نفسك خدت اللي فيه النصيب يبقى نيو واحد على ال تبقى خط مستقيم يمر بنقطه يا ابني الاصل هات السلوب السلوب اللي هو ميل الخط المستقيم عارفين السلوب بيساوي ولا لا؟ محور الصداد على محور السينات مين اللي بيمثل على محور الصداد؟ نيو مين بيمثل على محور السينات؟ يبقى نيو مقسومه على واحد على ايه؟ ده كله اسمه ايه؟ مقام المقام يبقى نيو في ايه؟ يبقى ده ما يساويه الميل من الرسم البياني. عايز اجيب بقى ما يساويه الميل من القانون. الكلام ده يا ابني اساسي بكل علم الفيزياء. الجامعه بتحضر ماجستير ودكتوراه الكلام ده اساسي. علاقه عكسيه بتتعامل معاها بنفس هذه الطريقه. بص بقى معايا. هو القانون بتاعي نيو واحد على كام؟ على 2L. في الجذر التربيعي اف تي على ايه؟ على واف تي على ام دي اللي كان اسمها سرعه الموجه المستعرضه اللي هي في يعني ما يساويه الميل من الرسم البياني نيو في مين؟ في ال تروح عامل انت بقى في القانون بتاعك شاطب النيو وشاطب مين؟ اتبقى مين؟ في على 2 اذا ما يساويه الميل من القانون في على كام يا ابني؟ في على 2 عرفت انا عملت ايه؟ يبقى العلاقة بين التردد وطول الوتر المهتز علاقة ايه؟ عكسية يعني زاد طول الوتر التردد ايه؟ أقل
قال له دول الوتر درجه ايه؟ زائد. بحيث ان يظل حصل ضربهم مقدار ايه؟ ثابت. ثابت. يبقى نيو 1 على نيو 2 بتساوي ايه؟ نيو 2 على نيو 1. لما ارسم العلاقه البيانيه دي بسويها بتاع الطول في علم الفيزيكس بين التردد والطول يبقى ايه؟ منحنى. التردد ومطلوب الطول خط؟ خط مستقيم. اجيب حاجه اسمها الميل. ما يساويه الميل محور الصادات على محور السينات. مين اللي بيمثل على محور الصادات؟ التردد. مين على السينات؟ الواحد على ال. مقام المقام بس. يبقى نيو في مين؟ عايز اجيب ما يساويه الميل من القانون بتاعي. تردد النغمه الاساسيه واحد على 2 ال بجذر اف تي على ام اللي هي الفي. ما يساويه الميل من الرسمه النيو في مين؟ في ال. اروح شاطبهم كده اهو هيتبقى في على كام؟ يبقى الميل في على الفي. حد فيكوا بقى تاني عامل اللي هو قوه الشد. الشد في الوتر. قوه الشد في مين؟ بص بقى كده اسمع العلامه تتعظ. اسمعني اسمع ابو سمره معاك بكار ابو كف جميل وصغير. بص هذا شفته فنسي دول و اسمها ايه رشيده. بص يا بكار شايف يا ابني ادي طول الوتر والوتر مشدود بشد ضعيف. اسمعي مع نفس الطول اعتبر السمك واحد اللي مش قادر اتحكم في السمك خليه ثابت يعني. بص زودت الشد. بص زود في الشد يبقى كل ما الشد ما ايه؟ يزيد كل ما الحده بتزيد يعني التردد ايه؟ يعني يزيد. يبقى الاحبال الصوتيه عند المراه قصيره وايه؟ وما شاء الله مشدوده. لكن الاحبال الصوتيه عند الرجل ايه؟ طويلة مرخية حالتها بالبلد صح ولا لا؟ يبقى التردد مع الشد علاقة طرد ولا عكس؟ هل أقول بقى شوف بقى يا ابني قانوني الأساسي أنا يا ابني زي ما قلت لك قبل كده أنا ما بقدرش أتكلم في مزاجي أنا ماشي ده مين اللي هيتكلم معايا؟ القانون. يبقى التردد يتناسب طرد مع مين؟ كود الشد. لا مع الجذر التربيعي لان الجذر كود الشد تحت الجذر فما اقدرش اقول مين؟ كود الشد بس لازم اقول ايه؟ الجذر التربيعي كود الشد. يبقى التردد يتناسب طرديا مع الجذر التربيعي كود الشد بس شرط كونستانت مين بقى؟ الام والال. عايز تقول قوة الشد ماشي بس لازم تربع فهتكون نيو سكوير طرد مع مين؟ مع الاف تي. في الحالة دي اشيل الجذر لان عملت ايه بقى؟ التربيع. طالما العلاقة بينهم علاقة ايه؟ طردية. يبقى نيو بتساوي اشيل علامة مين؟ وتحط ايه؟ لازم احط ايه؟ كونستانت في جذر اف تي على ايه؟ يبقى نيو على جذر اف تي على ام هيساوي يا ابني مقدار ثابت. يعني ده معناه يا ابني حاصل قسمه المتغيرين هتساوي مقدار ثابت يبقى العلاقه طرديه تماما بعينها. يبقى لما حاصل ضرب المتغيرين بيساوي ايه؟ يبقى العلاقه ايه؟ عكسيه. خارج قسمة المتغيرين بيساوي مقدار ثابت يبقى علاقة ايه؟ طردية. يبقى إذا ده معناه ايه بقى؟ نيو 1 على مين؟ على جذر اف تي 1 هتساوي ايه؟ نيو 2 على مين؟ على جذر اف تي 2. يبقى نيو 1 على نيو 2 هتساوي بقى نيو 1 على نيو 2 مقدم على مقدم بيساوي ايه؟ تالي على تالي. يبقى جذر اف تي 1 على مين يا ابني؟ جذر اف تي 2. ما الاثنين تحت الجذر يبقى ممكن على طول اقول ايه؟ الجذر التربيعي اف تي 1 على مين يا ابني؟ اف تي 2. يبقى عند تغيير قوه الشد فقط يبقى نيو 1 على نيو 2 بتساوي الجذر التربيعي لمين؟ اف تي 1 على ليه؟ لان العلاقه بينهم علاقه ايه؟ طرديه وليست علاقه ايه؟ عكسيه. يبقى لما ارسم بقى العلاقه البيانيه بين نيو
وجذر الشد تطلع معاك ايه على طول؟ خط مستقيم. علاقه ايه؟ طرديه. يبقى لما ارسم العلاقه البيانيه بين نيو وجذر قوه الشد خط مستقيم، عايز تعملها قوه الشد بس لازم هنا يبقى نيو ايه؟ تربيع، صح برضو مش خطا. تطلع خط مستقيم يمر بالقصر. هات لي السلوب. ها؟ يبقى السلوب اللي هو الميل هيساوي ايه؟ محور الصداق على محور السلال. مين اللي بيمثل على محور الصداق؟ نيو. مين على محور السلال؟ جذر اف تي. انا كده جبت الميل من الرسم البياني. عايز اجيب الميل من القانون. القانون بتاعي بيقول ايه؟ نيو بتساوي واحد على اتنين في الجذر التربيعي لمين؟ اف تي على مين؟ على ام. انا عندي هنا في الميل في القانون في سوري في الرسمه نيو على مين؟ على شايل مين؟ وشايل مين؟ يتبقى لي ايه بقى؟ واحد على كام؟ على اتنين ال في مين؟ في جذر ال. واحد على كام؟ على اتنين ال في جذر ال. طيب تالت عامل اللي هو مين بقى؟ كتلة وحدة الأطوال اللي احنا بنرمزها بالرمز ام صغنطوطي. مين بقى هنا يقدر يقول لي العلاقة بينهم ايه؟ عكسية. بس هل مع كتلة وحدة الأطوال ولا الجذر؟ يبقى بص اسمعي كده العلاقة الطعسي. هروح مسمك الوتر اهو ليه طول معين مشدود بشد معين. اسمع كده طيب هروح مرفع الوتر مع نفس الشد والطول. اسمع يبقى كل ما الوتر ما يرفع يبقى التردد ايه؟ يزيد. يبقى الاحبال الصوتيه عند المراه ايه؟ قصيره مشدودة رفيعة. الأحبال الصوتية عند الرجل إيه؟ طويلة. ربنا مسهل لها. يعني كل حاجة عنده كده. ربنا مسهل. مرخية ماشي وإيه؟ بس هو ربنا مسهلها سميكة الحمد لله. في حاجة يعني. ماشي. الحمد لله يحفظ ربنا. ماشي. يبقى تالت عامل قلت لك وحدة الأطوال اللي هي إيه؟ إم صغنطوطي. يبقى التردد يتناسب عكسي مع الجذر إم، أوعى تقول إم بس. يبقى ها نيو بتساوي إيه؟ بلس في واحد على مين؟ على جذر إم. شايف نيو في جذر إم هتساوي إيه؟ لأن العلاقة بينهم علاقة إيه؟ عكسية. يبقى نيو 1 على نيو 2 هتساوي جذر مين بقى؟ جذر ام 1 على 2 ولا 2 على 1؟ ام 2 لان العلاقه بينهم علاقه ايه؟ عكسيه. يبقى لما ارسم العلاقه البيانيه بين نيو وجذر ام منحنى علاقه عكسيه. لكن لو انا بقار واحد على جذر ام يبقى ايه؟ طب هات الاسلوب. يبقى الاسلوب ده هيساوي محور الصدام على محور السلام. يبقى نيو على واحد على جذر مقام المقام. يبقى نيو في جذر مين؟ ادي القانون بتاعك. التردد النغمة الأساسية واحد على اتنين ال جذر اف تي على ام ما يساويه الميل من الرسم البياني. نيو ومين؟ وجذر ام. اتبقى مين؟ جذر اف دي على كام؟ على 2 ال. يبقى ما يساويه من القانون جذر اف دي على كام يا ابني؟ 2 ال. اذا العوامل التي يتوقف عليها تردد النغمه الاساسيه للوتر المهتز، طول الوتر المهتز، قوه الشد في الوتر، كتله وحده مين؟ الاطوال. التردد يتناسب عكسيا مع طول الوتر المهتز. يبقى نيو 1 على نيو 2 بتساوي ال 2 على ال 1. لما ارسم العلاقه البيانيه بين التردد وطول الوتر منحنى، التردد ومقلوب طول الوتر خط مستقيم.
التردد يتناسب طرديا مع الجسر التربيعي لقوة الشد، يبقى ني 1 على نيو 2 بتساوي جذر اف تي 1 على اف تي 2. العلاقة بينهما طردية بخط مستقيم يمر بنقطة الأصل. التردد يتناسب عكسيا مع الجذر التربيعي لقطب وحدة الأطوال، يبقى ني 1 على نيو 2 بتساوي جذر ام 2 على ام 1. يبقى العلاقة بين نيو وجذر ام منحنى، نيو 1 على جذر ام خط مستقيم يمر بنقطة الأصل. إذا أنا مثلا قلت لك علم، شوف يا ابني أهو، كلما قل طول الوتر زاد الحدة، يعني زاد التردد، طول إيه؟ لأن التردد يتناسب عكسيا. شوف من حاجات إيه؟ مش قادر أنا أمكن أنا مش قادر بالوضع. لو أنا مثلا قلت لك علم، كلما زاد قوة الشد زاد التردد، لأن التردد يتناسب طرديا مع مين؟ مع الجذر التربيعي. افرض واد بص ماشي، بص يا ابني ما دي الحاجات بقى اللي تغيظ. دلوقتي يقول لك ايه؟ طب افرض يا مستر انا قلت التردد يتناسب طردي مع قوه الشد، تاخد صفر. دلوقتي قلت لك يا جت على الجذر يعني؟ ماشي، اقول له اه. او تكتب نيو تربيع وتشيل مين؟ الجذر. يعني انت مثلا اسمك ايه؟ احمد. ينفع اشيل الدال واقول لك اسمك احمد جت من الميم من الدال؟ ينفع اشيل الميم واقول اح؟ ينفع؟ لو ينفع ماشي. ينفع اشيل الحاء واقول لك اه ايه يا اخويا ده؟ ما ينفع. يبقى انت اسمك احمد لازم الف حاء ميم دال، صح ولا لا؟ برضه نفس الكلام عندنا ايها الثانويه، ماشي؟ الحاجه بتاعتنا يا ابني انا ما اقدرش اغير فيها ولا انت. يعني انت مثلا رحت امريكا وجي يشرح لك مثلا عوامل لا تقع فيها تردد النغمه الاساسيه، هيقول لك حاجه للدول، فاهم ولا ما يقدرش هو يقول لك إيه التردد يتناسب طردي مع مع الشد، بس لازم يقول لك جذر الشد برضه، فاهم ولا لا؟ يبقى دي ثوابت علميه ما اقدرش اعرف فيها ولا انا ولا انت ولا اي مخلوق في هذا الكون، مفهوم ولا لا؟ طيب العوامل التي يتوقف عليها تردد النغمه الاساسيه يبقى عدد القطاعات بكام؟ بواحد. طب لو انا قلت عوامل يتوقف عليها تردد وتر مهتز وسكت، هل انا قلت هنا نغمه اساسيه؟ لا. لما قلت نغمه اساسيه كان عدد القطاعات بكام؟ لكن لما ما قلتش نغمه اساسيه انا مش عرفني عدد القطاعات بكام؟ واحد ولا اثنين ولا اربعه ولا 10؟ انا مالي؟ يبقى لازم اضيف مين يا ابني؟ عدد الايه؟ القطاعات، صح؟ اللي هي ان التردد يتناسب ايه مع عدد القطاعات؟ طرد ولا عكس بقى؟ طردية. يبقى نيو مع ان علاقه ايه؟ يبقى نيو 1 على نيو 2 بتساوي ايه؟ ان 1 لان علاقه طرديه. يبقى اقل تردد يصدره الوتر عندما يصدر انهي نغمه؟ أساسية. ليه؟ لأنه أقل عدد من الإيه؟ اللي هي بكام؟ بواحد. مش إحنا حتى كمان لما جينا خدنا الموضوع ده كده أهو، الوتر لما اهتز كل على قطاع واحد، كان تردد النغمة إيه؟ واحد على 2 إم جذر إف تي على إم. طب على أي قطاعين؟ ها؟ كان يو بيساوي 2 على 2 إم جذر ثلاث قطاعات، كانت كام؟ ثلاثة على 2. يبقى كل ما عدد القطاعات ما هي إيه؟ ما هيزيد، كل ما التردد ايه؟ زاد. عشان كده قلنا النسبة بين الترددات واحد اتنين كام؟ ثلاثة. يبقى أقل تردد يصدره الوتر هو النغمة مين؟ ليه؟ لأن الوتر كله بيهتز عليه كام؟ وهو أقل عدد من الايه؟ من القطاعات، مفيش أقل من كده. ينفع وتر يهتز عليه نص قطاع؟ ينفع تجيب وتر زي سلك أو بتاع زي دي كده وتثبته من هنا وتسيب دي ساعه وتقول ايه؟ اهتز يا وتر، اهتز يا وتر. ينفع؟ ينفع يا محمود؟ محمود ايه ده يا محمود؟ سجاده وفيت كربت سجاده عديله، شوف راح شوف الشراشيب، ماشي؟ ينفع يتهز؟ لا ينفع. واحد يقول لك اعمل نص قطاع، ايه يا اخويا سمكه فاتح بقه؟ ماشي؟ يبقى اذا من هنا ايضا لما اجي اسالك برضه واقول لك ايه؟ ما معنى ان تردد مثلا موجة بيساوي 200 هرتز، هتجاوب عليا تقول لي يعني ايه تردد موجة بيساوي 200 هرتز؟ هتقول ايه؟ أي أن هذه الموجة بتحدث كام؟
200 اهتزازه في ثانيه او 200 دوره في ثانيه او 200 موجه في طب لو انا بقى سالتك شوف يا ابني عشان تبقى واخد بالك من ازاي الاجابه بتاعت السؤال الاجابه انت يعني انت ممكن تجاوب اجابه او تبقى صح بس ما تخش درجه كامله ماشي مفهومه لا لان الاجابات يا ابني في الامتحان الدرجه بتتوزع مفهومه لا يا ماذا ياخد 2 فاهم ولا لا مش معناها ان انا ايه كتبت كلمه اقول الله خلاص انا خدت لا يعني انا مثلا اكزامبل على هذا الكلام لو قلت لك ما معنى ان ماشي يا ابني مع معنى ان تردد نغمه توافقيه مثلا ايه ثالثه بتساوي مثلا 500 هرتز يعني ايه تردد نغمه توافقيه ثالثه بتساوي 500 هرتز الواد يقول لي تردد اقول له تمام يقول لي يعني العدد الموجات في الثانيه بكام ب 500 زبزبه اقول له صح كده انت ما خدتش الدرجه كامله ليه هل انا قلت لك تردد موجه وسكت ولا قلت لك تردد نغمه كذا؟ ذكر رقم النغمه ولا ما ذكرش؟ يبقى لازم انت كمان تذكرني عدد القطاعات، يعني تقول لي عندما يهتز الوتر على هيئه كم قطاع؟ ثلاثة قطاعات فانه يحدث 500 زبزبه في كم يا ابني؟ لو انا قلت لك نغمه ها فوقيه مثلا ايه؟ خمسه ها نغمة فوقية خمسة يبقى الوتر يهتز عليه كام؟ لا إن جنبي يحملني يا ميكاتي يا ميكاتي يا أيها السماء صب غضبك على الأغبياء بليز حرام عليك نغمة فوقية خمسة يبقى توافقية رابعة لا مش صح يا صبي نغمة فوقية رابعة يبقى توافقية كام؟ ثالثة فوقية ثالثة توافقية كام؟ تاني سنين سنين صح يا ابني سنين ما علينا يلا فهمت انا قلت ايه؟ بكده يبقى انتهى الجزء النظري للنغم للستاندنج ويفز الامواج اللي بقى الموقف فاقول لكم بقى الجزء المسائل وازاي سيادتك هتتعامل مع المسائل وازاي هتحل مسائل ده اللي انت هتعرفه ذا نيكست تايم المره القادمه. مستر هو يقول لك العوامل نكتب